بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا متابعين هذه الانطلاقات الجميلة منذ لحظات أعلنت لجنة الميدان ما شاء الله عن انطلاقة شوط والله بسميه الشوط الروعة، الشوط الجميل، شوط الإثارة، شوط الحماس. نتمنى إن شاء الله التوفيق. الأدهم سيف بن مهير بن واصل اشتبي من يقدم على المركز الأول، وعد في المركز الثاني محمد بن نيم على غويص، نقلتنا إلى المركز الثالث، هناك من يأتي فيه مياس علي بن محمد بن سيف بن حسين، وصلكم الأسد، وصلكم عملاق الطيب، بينما اللي في المركز الرابع من الجانب الثاني نبهن محمد بن سعيد بن محمد بن أحمد إبراهيم، وفي المركز الخامس هناك من يأتي في هذه اللحظات زعفران خلفان بن أحمد بن عيسى بن شقوي. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالفتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، ذعناها كاملة مكملة. ونبه ما شاء الله، نبه اللي غير على الصدارة، اللي سيطر على النقطة الرابعة، يبه النقطة الرابعة، يبه السلام الرابع ما سده هناك ثلاث نقاط، يبقى الرابع. نتمنى التوفيق يا ابو محمد، نتمنى التوفيق يا ابو محمد. بينما اللي في المركز الثاني هناك واحد محمد بن يمع الاغويص السويدي ثاني المراكز. انتقل وياكم الى المركز الثالث، هناك مشكور مطر بن عبيد محمد بالضبيعة. بينما اللي في المركز الرابع ما شاء الله هنا الشباب لسالم بن حمد بن سريم العويسي. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالهو تمام. هكذا كان الوصف التفصيلي يا السلام. شوط الحماس، شوط القوة. شوف المركز الثاني، عطني المركز الثاني. الأسد كشر عن نيابة. اللحظات الأخيرة. سلام لمالك نب حقيقة هنا لمحمد بن سعيد بن محمد إبراهيم المركز الثاني، علي محمد بن سيد بن حسين مع الأسد المركز الثالث. سعار ثلاث المراكز أيها الإخوة، هناك محمد بن إيمان على غويص. هكذا كانت نتيجتنا للمراكز، ذعناها عليكم بالفتمام. توقيت الزمن 2:14:50، جزء من الثانية. تهانينا والناموس.